مش انت بس اللي عندك الصندوق الاسود على فكره. اتفضلي يا حضرتك. اي عرفه، عندك ايه بقى؟ كنت مندوب مبيعات ودخلت على الاعلام بباراشوت، وعشان انت كنت تعرف ناس مهمين في البلد فجاه بقيت اعلامي. تقدر تنكر الكلام ده؟ انكره قوي يا ممدوح. ما تنكرش، انكره. انا ممكن اقول لك اسماء الناس المهمين. يا ريت يا ريت، اتمنى. طب نبتدي بحرف واحد ولا انت اللي تقول؟ لا انت قولي. طب نقول حرف عين؟ لا قولي الاسم كامل. طب ولا وزير؟ ولا في وزير ولا غفير. لا في ناس مهمين كتير. ولا مخلوق. يعني مفيش حد توسط ليك او ساعدك انك انت تدخل في الاعلام؟ نهائي. بلفت العرافة في ثانيتين. ليه يعني؟ بلفتها. اللي عنده حاجة، اللي عنده حاجة يطلعها. يا ممدوح ده انا ممكن اقول لك رئيس التحرير المجلة اللي كانت بتقول عليك الكلام ده. اقول لك اسمها انا بقى؟ قول. امال عثمان. طب ما انت عارف كل حاجة اهو. كل كلامه طلع غلط. لا طب امال ليه كده؟ بتتفاجئ على الدغري كده على طول يا ممدوح. هي بتقول انا عندي علاقه فلان وفلان وفلان وفلان، ولا عندي حاجه خالص. امال الناس ليه كلها بتقول عنك نفس المعلومه؟ انا بشغلي وبمجهودي وبتوفيق ربنا نجحت. تعال لي كده على الدغري. اتفضل. في كام بومبه في حياتك يا ممدوح؟ كام ايه؟ كام واحده اديت لها بومبه في حياتك؟ كام ست اديت لها بومبه في حياتك؟ انا ادي بومب؟ عشمتها. يا عم لا 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 لا، مع الستات انا غلبان جدا. يا مع الستات انت غلبان جد. بعد كلام يا دوحه ده انت الناس كلها بتقول ان الستات ما يغركوش منظري. والله لا ده انا غلبان. استنى اعرفه، ده انا عندي والله ما يغركوا منظري. فاكر يا ممدوح الممثله الشابه الصغيره اللي انت بتحورات انت رايح جاي معاها وطالع داخل، وعشمتها يا ممدوح انها تبقى ممثله او ان انت تنجمها وتبقى نجمه كبيره، وهوب يا معلم لحست كلامك واديتها بومبا. لا معرفش انا عليك حد. ليه ينفع كده يا ممدوح؟ لا معرفش حد والله كده. اقول انا الشيخ العرافين؟ اتفضلي قولي. اسمها اميره اول حرف منها. انكر بقى. لا اول حرف اميره، ما انت قلت الاسم كله. اه ما تفضحوش الناس بقى، اسكتوا بقى. لا 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 مفيش حاجه خالص والله. لا فضايح كده يا جماعه. لو بيتكلم على اميره اللي هو بيتكلم يا ممدوح قريبة نجمة كبيرة. ايوه عارف انت قصدك على مين. لا لا احنا تقدر انت تقول اسمها كامل؟ احنا صديقة العيلة. صديقة العيلة. صديقتي وصديق، وانا صديق الوالدة وصديقتي. وهي عشان صديقة العيلة تدي للبنت بومبا؟ اديها بومبا فين يا عم؟ احنا اصحاب بقول لك. لا 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 مفيش كلام من ده. طب قولي انت، عرفها اللي عندك. قولي. زمان دخلت على الاعلام قلنا بباراشوت وعديناها، لكن كمان تروح تطب على افراح انت مش معزوم فيها ولا مدعو عليها وتروح لها مره واحده. انا ما بروحش افراح الا بالعافيه لما بروح. ده انا مستغرباك بصراحه، بتحضر افراح ومحدش دعاك ليها ازاي؟ اديني اسم فرح واحده انا حضرته ما مش معزوم فيه. حمائي. حمائي؟ آه. ده من اعز اصحابي، انا بعمل له قصه حياته. ومدير اعماله لما قال لك سوري سوري انت مش عجزت يا ريس. ما هو قولك في المنسوب اليه؟ مفيش كلام من ده طبعا. يعني انت حضرت فرح حمائي ولا لا؟ ما حضرتوش يا ستي، كنت مسافر. ما تتكسفش يا ممدوح، قول الحق. لا والله. شوف لك حل بقى في العرافه يا شيخ العرافين. لا 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 قولي حاجات صح بس.